الله الرحمن الرحيم. احنا اول يوم في تطعيم الصف اول ابتدائي، بدينا بمس ابي سليم داخل نطاق الجهه المخصصه لنا اللي هي سيد سليم. احنا عندنا 7 مدارس ان شاء الله على الخير، بدايتها اليوم بدينا بمس سيد سليم ابي سليم، وان شاء الله حننطلق لباقي المدارس الثانيه. التطعيم على النحو التالي: الصف الاول ابتدائي ياخذ طعم اسمه طعم الرباعي فقط، وزياده على ذلك احنا ندير لهم في تحليل فصيله الدم. كل طالب تبرعنا احنا كفريق طبي مدرسي من مركز صحه سليم لحضور للمدارس، حتشوفوا بعيونكم الطالب كيف ناخذوا منه فصيله الدم، بدل توفير لولي الامر نجوا احنا الفريق الطبي على طول ناخذ منه الفصيله ونكتبوا له بدل ما يتعب ولي امره يوم شغل ويوم مش عارف شنو يوم مطر، نجوا احنا الفريق الطبي نتواجدوا في نفس الوقت نطعموا كل طالب نطعموه ونكتبوا له وندروا له ملف صحي كامل وندروا له كشف كامل، كشف اسنان، كشف صحه عامه، زيادة على ذلك التحليل فصيله الدم والطعم واللي هو الطعم الرباعي، كل بنات واولاد كل بالطريقة هذه. الآن البداية بصف أول ابتدائي، والمرحلة الثانية صف ثالث ابتدائي وصف أول إعدادي، وإن شاء الله ربنا يسهلنا الأمور في باقي ال. نشرعوا الان بتطعيم طلبه المدارس داخل منطقه سيد سليم. اليوم نبدا بمدرسه سيد سليم اللي تبدا في الفتره المسائيه لحوالي 70 طالب. اليوم نشرعوا بطلبه الذكور ناخذ الطعم الرباعي، وعندنا الصف الاول مواليد 2015 ياخذ طعم رباعي فقط، واول اعدادي ياخذ سحايد الذكور والاناث، وعندنا طعم الورم الحليمي، طعم الورم الحليمي ياخذوه البنات ان شاء الله لفئات البنات لثالثه ثانوي واولى ثانوي، واللي ما اخذاش ورم حليمي ناخذوه على جرعتين، جرعه الاولى والثانيه، وتاخذ الثالثه بعد 4 شهور، وان شاء الله ربي يوفق بناتنا وصغيرتنا وصغارنا ومدرسينا وبلادنا. وشكر موصول لقناتكم الرسميه قناه الموقره، نشكر جميع العاملين بالقناه، كما نشكر مدير مركز صحي سيد سليم، ونشكر مدير مكتب الخدمات الصحيه ابو سليم،
كما نشكر مكتب خدمات الصحية طرابلس ونشكر مكتب خدمات الرعاية الصحية بمنطقة بوسليم على راسهم الأستاذة وردة زايد، ونشكر الأستاذ خالد القلالي ونشكر الأستاذ الحاج رشيد رمضان الحوك مدير المركز الصحي وكل الطاقم اللي من المركز الصحي سيد سليم، والشكر موصول لعميد بلدية بوسليم الأستاذ عبد الرحمن الحامدي على المجهودات المبذولة اللي يقدمها داخل بلدية بوسليم. بسم الله، نشكر مركز الخدمات الصحية سيد سليم على ما يبذلوه من مجهودات من اجل مصلحه ابنائنا الطلاب، والجهد موصول لمدير المركز والاخوات الدكتورات والممرضات اللي يشرفوا على هالحمله التطعيميه هذه، وكذلك الشكر موصول الى حكومه الوحده الوطنيه وعلى راسها المهندس عبد الحميد الدبيبه اللي من المجهودات التي يبذلها من اجل ابنائنا، ونشكر وزير التعليم كذلك وزير الصحة على توفير التطعيمة